طلبتهم طلبنا طيب. انا طلبت أه؟ شبك شيك وانا لاتي عادي بس شوي حاطه شوي سكر الله تصير هيبه تصير هيبه بقراراتك تصير هيبه بانجازاتك تصير هيبه بحمايتك لاسرتك تعرف الحب ونظرتنا للعلاقه الزوجيه مختلفه لا اليوم قاعد يذوب شوي خلصت حلقه دكتور جاسم طوع في بودكاست المبارك انصحكم 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 تتابعونها خصوصا خ... لو بتتابعون حلقه بودكاست الاسبوع هذا تابعوها جدا جدا مهمه طبعا الحلقه تتكلم عن يعني مرحله الزواج والخطبه وكيف انك تختار شركة الحياه وشركة الحياه فجدا جدا مثريه وممتعه واسلوب دكتور جاسم طوع مره مره خرافي وبطل يشعرك بالطمانينه وهادي باسلوبه و... فهمت اللي ينظر الزواج والانسان من نظرة اسلامية يعني وكيف ان نظرة الاسلام والزواج مو نفس نظرة يعني الغرب للزواج يعني في فرق كثير وكيف ان يعني وش الامور اللي ينظر فيها الرجل وش الامور اللي تنظر لها المرأة والتفاصيل يهتمون فيها فصراحة الحلقة مرة مرة خرافية